ماشي اقتراح اخر غادي نعطيهم الكريب، الكريب بالتفاح تيجي غزال بطريقه جديده. بالنسبه للطريقه ديالي انا ديال الكريب، تنحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، تنديروا لي زائد انا نضيفوا معاه ثلاثه ديال البيضات وجوج ديال الفاني وثلاثه ديال المعالق ديال السكر وقبيصه ديال الملح ومعلقه ديال الزبده مذوبه و250 غرام. عاودي لينا بشرى غير بشويه، راه غير البارح واحد المستمعه والله الا قالت لي الله يعطيك الصحه بغيت انواع ديال الكريب لانه كيعزيز عليها بزاف الكريب وكتبغي انها توجدهم وكتبغي يسطخوا ليها مزيان. وصافي المهم الطريقه ديال تقدر تخدمها بزاف ديال الحوايج ديال العجينه. واخا اختي فهمت. سيترو الحليب، نصف لتر ديال الحليب، ثلاثه ديال البيضات، جوج ديال الفاني، ثلاثة معالق السكر، قبصة ديال الملح، و 250 غرام ديال الدقيق الفرف يكون ممتاز، ومعلقة ديال الزبدة مذوبة. غادي ناخدو نصف لتر ديال غادي ناخدو الدقيق، غادي نغربلوه ونديروه يعني في شي جبانة، غادي نضيفو عليه البيضات ونضيفو نسيطو هاد الحليب ونبقاو نحركو، نزيدو دوك جوج ديال الفاني وثلاثة معالق السكر والقبيصة ديال الملح وديك المعلقه ديال الزبده المذوبه حتى تنحركوا العناصر جيدا، عاد تنديروهم تطحنوا في الخلاط الكهربائي. مزيان هذه الطريقه حتى هي مزيانه. باش ما نديروش لصقنا في الخلاط تنسبق هذه المرحله عاد تندير في الخلاط الكهربائي. تنخليها اختي سنة واحد 10 ديال الدقائق تيرتاح، منين تيرتاح تندوز تنبقى نطيب لك الكريب ديالي بالطريقه العاديه. والاخوات باش يعرفوا لك كريب جا ناجح معاهم غير فوا تبداي طيبي فيه راه تيتحل تيتنفخ تيتحل، تعرفوا لك كريب ديالك راه جا ناجح معاك. المهم اختي سناء هاد لي كريب هذا غادي ندوز باش غادي نصاوب ليه الحشوه اللي غندير في الوسط ديالو. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الزبده، جوج معالق ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال القرفه، وثلاثه ديال التفاحات مقشرين ومنقيين ومقطعين مكعبات، وجوج معالق ديال الزبيب الزبيب وواحد المعلقه ديال ديال اللوز ايفيلي هذه حتى الاخر. تناخذوا اختي سناء ديك الزبده تنديروها في النقيله ديالنا حتى تذوب، تنضيفوا عليها دوك جوج معالق ديال السكر حتى تيبداو يذوبوا وتعسلوا، تنضيفوا القريفه وتنزلوا عليها داك التفاح وتنديروا عليها نار مهيله وتنبقاو نحركوا، تنزلوا عليه واحد الغطاء حتى تيتعسل لينا داك التفاح. ملي تيبدا يتعسل تنضيفوا ليه داك الزبيب غير واحد شويه، يعني الزبيب ما تنخليهوش بزاف تيكون منقي بطبيعه الحال ومغسول. صافي تتكون واجده معنا هاد الحشوه حتى تتبرد، تنشدوا لك الكريب ديالنا تنبقاو نحطوا هاد الحشوه على شكل سيجار وتنبقاو ندردرو واحد شويه ديال اللوز ايفيلي وتنطويو وتنبرمو على شكل سيجار. ايوه وتنقدموهم عرفتي راه تيجيو رائعين ومخالفين للعاده. ايوه فعلا يعني تيجيو المذاق زوين وتنستخدمو التفاح في الكريب. ايوه فعلا تيجيو يعني راه انا متاكده ان الا جربوه راه غادي يعجبهم. اكيد ان شاء الله اقتراحات كلها غادي يجربوها المستمعات باذن الله. ربي يخليك اختي سناء. الله يبارك فيك.